مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد في قناتنا في تقنيات مبتكرة. هذا الفيديو اليوم راح يكون عن طريقة عمل فورمات لآيباد في حال نسيانين كلمة سر، ما احنا عارفانين كلمة سر، فنعمل له سوفت وير أو ضبط مصنع. فالآن عم بنحاول كلمة سر لكن نسيانينها، والآن سوف نعمل له سوفت وير أو فورمات. فخليكم معنا، خلينا نشوف الطريقة الصحيحة لعمل. أعزائي المشاهدين من جديد، فطريقة عمل سوفت وير لآيباد عندنا في حال نسيانين كلمة سر، ما احنا عارفانين كلمة سر، فالآن راح نعمل للآيباد عندنا سوفت وير. فخليكم معنا مثل ما شايفين، طبعا نسيانين كلمة سر وما عم بنفتح معنا، فالآن راح نعمل له فورمات. فبنضغط عن الزر الباور أو الإطفاء، بنضغط عليه ضغطة طويلة، فبنقوم بإطفاء الجهاز. والآن أعزائي المشاهدين طفينا الجهاز عندنا هون، وراح نشوف عن طريقة عمل فورمات. فخلينا نشوف مع بعض. والآن في عندنا تعلية زر تعلية الصوت وزر توتات الصوت وزر التشغيل. فالآن أعزائي المشاهدين مثل ما شايفين بنضغط على زر توطية الصوت عندنا هون موجود، فبنضغط على زر توطية الصوت لمدة ثانيتين، ونقوم بضغط الزر التشغيل أو الباور. فبنضغط الآن مع بعض زر توطية الصوت وتعلية الصوت، فبنضغط مع بعض ونشيل إيدنا عن زر الباور أو التشغيل. فبننتظر ثلاث ثواني، والآن مثل ما شايفين، فالآن أعزائي المشاهدين مثل ما شايفين، خلينا نقرب الشاشة، فالآن طلعت عنا، فالآن أعزائي المشاهدين مثل ما شايفين طلعت عنا الشاشة اللي بنعمل فيها فورمات. خلينا نكبر لكم إياها كمان شوي. فمثل ما شايفين أعزائي المشاهدين، فبنضغط على زر توطية الصوت راح يكون نزول لتحت، وعلى هاي ريسيت بنضغط على ريسيت اللي هي ضبط مصنع أو سوفت وير، فبنضغط عليها نكبس زر الباور أوكي. والآن أعزائي المشاهدين طلعت هاي عنا شاشة، هاي كانسل يعني إذا بدنا نلغي العملية، وهاي ريسيت. طبعا بنضغط على زر توطية الصوت حيث ينزل لتحت، وبنضغط على زر الاوكي عندنا اللي هو زر الباور، فبنضغط عليه وبننتظر قليلا. والان انتهينا من عمل فورمات للايباد، فبنقوم بضغط اعادة تشغيل وننتظر الى ان يقوم باعادة تشغيل. وخلينا نشوف مع بعض، خلينا نشوف مع بعض ونشغله ونشوف هل تمت العملية بنجاح. والآن خلينا نشوف مع بعض، والآن الجهاز رجع إلى ضبط المصنع، والآن بنختار اللغة مع بعض، طبعا بنختار اللغة العربية، بنختار أي لغة مثلا الأردن. والآن يبحث عن شبكة، فبنحط تخطي، والآن إذا بدنا نحط قفل الشاشة فبنحط تخطي وننتظر قليلا إلى أن يبدأ الجهاز بالعمل، وننتهي من الإعدادات الافتراضية. طبعا الجهاز الآن اشتغل معنا وتمت عملية بنجاح، وتخطينا كلمة المرور.
فمثل ما شايفين طبعا جهاز يعمل بشكل ممتاز. وعلى الآن أعزائي المشاهدين، أعزائي الأصدقاء، الفيديو طبعا بيكون هيك خلص، وأتمنى أنه يكون عجبكم، أنه يكون استفدتم الفيديو. وإذا كان لديكم أي سؤال لا تترددوا واكتبوه في التعليقات، وسوف أرد على السؤال في أسرع وقت. والآن أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تحطون اشتراك وتضعوا لايك على الفيديو وتفعلوا زر الجرس وأن تدعمونا. والآن أعزائي الأصدقاء، أعزائي المشاهدين، نلتقي في فيديو جديد.